السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده نشوف اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي اسمها كومبوز اي اي، وهي معمول لها اداه نقدر ان احنا نسطبها جوه جوجل كروم. هسيب لكم الرابط، وممكن تدخل هنا على الوورد وتقول له ان انت عايز تسطب الاكستنشن ديت. تمام. طيب انا لما سطبتها من هنا من جوجل كروم حصل ايه؟ حصل انها بقت موجوده عندي في النقطه الزرقاء دي. شايف نقطه زرقاء خالص يعني، ممكن تصورك منها. تمام. طيب خلينا مثلا من النقطه الزرقاء ديت، تمام، هقول له افتحها لي واقول له اساله سؤال، مثلا اقول له اسك تيتشر تو كانسل ذا بيكتشر. تمام. قلت له انتر، ففي خلال ثانيتين يبدا ان هو يديك اقتراحات كتيره جدا، ممكن تقول له هات لي اقتراحات اكتر. تمام. فيكتبها لك بشكل حلو جدا. Dear professor, I was having to be able to make it to today lecture, but it seemed like I am coming down with something. يعني تخيل كتب لك المقاله كلها او يعني عملها بشكل احترافي. تمام. في مره كان جالي ايميل وخاص بالشغل يعني، فانا شايف ان الرد بتاعه يس. تمام. فخلاص كتبت يس اي ويل بي. فالمهم قبل ما ابعت كانت في سكرتيره موجوده من الفلبين، فقلت لها شوف كده الرساله، قالت لا 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 ابعد ابعد ابعد، ده انت لازم تحط كلمات الاول وكلمات ورا وكلام. فهي دارسه الموضوع فعملت جواب احترافي. ف الموضوع ده هيسهل عليك كتير قوي، ان انت لو عايز تكتب حاجه احترافيه هيساعدك فيها. هو مش هيالف من عنده، لكن هو بيدور على صيغ جميله جدا للموضوع. اداه حلوه جدا، انا شايف الصراحه ان انا هعتمد عليها في الفتره اللي جايه ان شاء الله.